طيب الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف العاشر. اليوم لدينا قصيدة بعنوان فكر بغيره، الشاعر محمود درويش. أهداف هذه الحصة: يتوقع من الطالب أن يستخلص الأفكار والمعاني الواردة في القصيدة، ويفسر مفردات النص، ويتعرف إلى الشاعر محمود درويش. بداية، عزيزي الطالب، تأمل الأسئلة الآتية وفكر في إجابتها. أريدك أن تعدد أسماء بعض الشعراء الذين تعرفهم، وتأمل ما هو دور الأدب بشكل عام في واقع الحياة. إلى نص القصيدة. بداية، اقرأ القصيدة قراءة صامتة، وكالمعتاد ضع خطا تحت أي كلمة تصعب عليك. والآن استمع إلى نص القصيدة. وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا بالمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام. عزيزي الطالب، ابحث عن معاني المفردات التي صعبت عليك في معجم المعاني أو المعجم الوسيط، ثم دون المفردات التي اكتسبتها في صندوق المفردات، وتذكر أن معاني الكلمات تؤخذ دائماً وفق سياقها في الكلام. عزيزي الطالب، توقف وتأمل من هو محمود درويش. هل سمعت به سابقاً؟ إن لم يكن، فلك أن تتابع الفيديو المرفق بعنوان من هو محمود درويش، ولك إن أحببت أن تبحث أكثر لتتعرف أكثر على الشاعر وتطابق القصيدة بواقع حياتك. عزيزي الطالب، مما اخترته لك بصفتك مطلعا قصيدة إلى أمي لمحمود درويش. أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدري يوم، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. خذيني خذيني إذا عدت يوما وشاحا لهدبك، وغطي عظامي بعشب تعمد على طهر كعبك، وشدي وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك. عساني أصير إلها إلها أصير إذا ما لمست قرارة قلبك. ضعيني ضعيني إذا ما رجعت وقودا بتنور نارك، وحبل غسيل على سطح دارك، لأني فقدت الوقوف بدون صلاة نهارك. هرمت هرمت، فردي نجوم الطفولة حتى أشارك صغار العصافير درب الرجوع لعش انتظارك. عزيزي الطالب، بعد أن تعرفت إلى محمود درويش، هل لك أن تخبرنا عن جو النص؟ ما الفكرة العامة في النص؟ ما الفكرة العامة في هذه القصيدة؟ ماذا أراد أن يوصل لنا محمود درويش من هذه القصيدة؟ وبرأيك، هل هذه القصيدة تخاطب أناسا معينين، أم نستطيع أن نعممها على كافة البشر وقد تلامس شيئا في
فيهم؟ لك أن تتأمل وتكتب إجابتك. عزيزي الطالب، أنت أمام مجموعة من الأنشطة الاختيارية. ألقي إلقاءً معبراً مناسباً لهذه القصيدة. سجل هذا الإلقاء وأرسله لي. أتوقع منك الإبداع في الإلقاء. ثم اقرأ من ركن القراءة ما تحب ولخص المعلومات التي قرأتها، ثم أرسل عملك. وتذكر دائماً عزيزي الطالب بأن القراءة تصنع وجوداً وحياة. عزيزي الطالب، إلى لقاء قريب في درس آخر.